لو الحكاية فيها إن فيديو. عرفنا بنفسك وكلمني عن مشاركتك في المعرض. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا إبراهيم عبد الصبور هريدي ابن شيخ النساجين في محافظة صعاد. احنا النهاردة مشاركين في معرض ديارنا بعرض بمشيئة الله كوفرتات أخميم اللي هي الهاند ميد من محافظة صعاد مركز أخميم. بعرض الكوفرتات ومفارش السفرة والشيلان وبنعمل الحرير الطبيعي والكتان، كل ما يخص الشغل الهاند ميد موجود معنا بمشيئة الله. الأسعار عاملة ازاي؟ الأسعار بتاعتنا متناول للجميع، لأن احنا يعتبر مصنعين مش تجار أو جمعيات أهلية. الشغل ده كله شغل إيدينا، فعاملين خصم 25% بمناسبة معرض ديارنا. الأسعار كم بالظبط؟ يعني حضرتك مثلا في حاجات تبدأ من 200 لحد 350. ده كله هاند ميد من غير ما يدخل فيه؟ مفيش حضرتك، كله قطن صافي 100% شغل نول. طب ياخد وقت منك قد ايه يعني؟ الكفرته بتاخد يوم. يعني انت بتعمله على ايه؟ قولي يعني ازاي بيتعمل بالظبط. ده نول ده عباره عن خشب وخيوط، وبيتم مثلا تنسيق الخيوط في الصباغه اللي حسب اللون اللي احنا عايزينه، وبعد كده بنشد الخيوط حاجه اسمها سيده، وبعد كده بنعمل لحمه وبنبدا نشتغل بالمكوك بنطلع المنتج بتاعنا. طيب شكرا. عرفينا بنفسك وكلميني عن مشاركتك في المعرض. انا امل عبدو. حضرتك احنا بقالنا 20 سنة بنشارك في معرض ديارنا. منتجاتنا منتجات خشبية هاند ميد. الاول من اول ما بدينا كده بدينا مثلا بحاجات صغيرة، بدأنا نعرف الزبون عايز ايه، بدنا نطور حاجتنا، والوقت بقينا نعمل عادات عربية، بقينا نعمل آيات قرآن، مرايات، بوفات، مباخر. طورنا. ماشي، بتقولي الأسعار بتتراوح من كام لكام لكل حاجة؟ احنا في حاجات عندنا بتبدأ من 5 جنيه. لحد كام؟ في 2500، في 3، وفي على حسب الشغل، على حسب الحاجة اللي علشان طبعا هاند ميد. يعني في حاجات عندنا بتبدا من 5 جنيه. تمام. في بازلات اطفال، في العاب اطفال، ففي بتبدا من 5 جنيه، اللي وانت على حسب بقى الشغل اللي موجود. منتجاتنا زي ما انت شايفه حضرتك، عندنا النوم وسفره وانتباه جميع المظلات. نشكر طبعا الناس اللي قايمين على كافة رطم اللي قايمين على المعرض، ونشكر جميع الناس الإدارة وكل حاجة، وكل حاجة الحمد لله كويسة. طب متوسط الأسعار عاملة ازاي؟ الأسعار يعني في متناول الجميع إن شاء الله. كم؟ الأسعار يعني بالنسبة لطقم زي ده كده مثلا، طقم دلوقتي عامل 22,000. تمام. في برضه ركنة زي ده كده عاملة 12,000. في برضه كده برضه نص مغلف ونص قايمه كلاسيك، ده عامل 18,000. تمام. في عندنا يعني برضه اللي هنا حاجه مودر الشغل ده برضه عامل 16,000. تمام. في برضه عندنا هنا قطع النحاس برضه، في عندنا شغل برضه الحمد لله متوفر في متناول الجميع ان شاء الله.